لارا حمادي، وحكيت لنا عن موضوع حب الذات، وحكيت لنا حكينا عن اكثر موضوع، وقلنا راح نروح ونحكي بالتفصيل اكثر. بعد هذيك الحلقه اجتنا اسئله، ان كان من متصلين ولا ان كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اجتنا اسئله عن موضوع حب الذات اكثر. فاليوم نحن مع المدرب لارا حمادي، راح سجلت لنا فيديوهات جاوبت على كل اسئلتنا. راح نطرح لي اكثر سؤال، لانه هو في اكثر من شخص علق على فكره نظام الخوف ونظام الحب بعد الحلقه الماضيه، وسألوا كيف ممكن ننتقل من نظام الخوف لنظام الحب. جاوبتنا هي، رح نشوف الفيديو شو قالت لنا. نبدأ وخلاص موضوعك. ما تخسرنيش من بعد، عندي موضوع. معكم اليوم أنا لارا حمادي، مدربة وعي وتنمية بشرية وممارسة للتنويم بالإيحاء. رح نكمل الفكرة اللي بدأنا فيه، واللي هي نظام الخوف ونظام الحب، وكيف بقدر أمشي خطوة ورا خطوة باتجاه حب الذات الحقيقي. رح نبدأ بموضوع اللي هو قانون الجذب، وكيف قانون الجذب بيشتغل عند أشخاص وكيف ما بيشتغل عند أشخاص تانيين. في لغات كتير حوالين قانون الجذب، ولكن الحقيقة رح قلكم ياها اليوم، إنه قانون الجذب بيشتغل مع أشخاص صحيح، ما بيشتغل مع أشخاص كمان هذا الحكي كتير صحيح. ليش؟ لأني وقت اللي بكون عايشة على نظام الخوف، قانون الجذب وقت اللي أنا بدي أجذب شيء ما وأنا عايشة على نظام الخوف اللي هو أساسه ألم، خوف، غضب، عيب وعار، فأنا ما بقدر أجذب شيء من مستوى تردده عالي، ما بقدر أجذب شيء إيجابي. فأنا وقت اللي ببلش أجذب فيه وأنا عايشة على نظام الخوف هذا، فمشاعر الخوف ونظام الخوف اللي أنا عايشة عليه ببلش يطلع بأسئلة مثل إنه كيف رح يزبط؟ معقول يزبط معي أنا؟ طب ليش لا يزبط أنا معي؟ مستحيل تزبط. رح يبلش يطلع لك هي المخاوف الدفينة جواتك، واللي بشكل تلقائي رح تعرقل قانون الجذب بحياتك. أما وقت بتكون عايش حياتك على نظام الحب، فكتير بسيط بصير قانون الجذب، بصير مثل أي شيء بتمارسه بحياتك بشكل سحري. بتمنى شيء بصير. ليش؟ لأنه أنا ترددي مرتفع فوق 200، وبكرة رح نحكي أكثر عن سلم هامس وكيف إنه كل نوع مشاعر هي بتوقف على سلم هامس بدرجة معينة. رح نحكي ورح نتعلم كيف ننتقل من درجة لدرجة لحتى نطلع فوق 200، فوق مستوى الشجاعة، ويصير ترددنا عالي عايشين على نظام الحب. أول وأهم خطوة لأني انتقل من نظام الخوف لنظام الحب هو إني وقف قدام المراي واعترف اني انا عايشة على نظام الخوف. اعترف، اتقبل، هدول اهم خطوتين لاقدر امشي على الخطوة اللي بعدهم. ما فيني امشي درجة اذا ماني مثبت الدرجة اللي تحت، تمام؟ فانا وقت اللي بتقبل وبعترف وبقول انه اوكي واضح انه انا حياتي كلها عايشة على الخوف، انا بتقبل هذا الموضوع وبقرر بعدها بقرر اتحمل مسؤولية حياتي. شو أهمية إني أنا أتحمل مسؤولية حياتي بعد ما أعترف قدام حالي على المراية إني أنا عايشة على نظام الخوف؟ وقت اللي بعترف إني بتحمل مسؤولية حياتي ببدأ أطلع من شيء اسمه وعي الضحية. وعي الضحية للأسف اللي عايش فيه أكثر من 97% من سكان الكرة الأرضية. تصدقوا نسبة كتير كبيرة عايشين على نظام الخوف وعايشين بوعي الضحية، عايشين دور الضحية. وقت اللي أنا ببلش أقول إني أنا بتحمل مسؤولية حياتي من هاي اللحظة، فأنا ببلش أطلع من وعي الضحية، بكون مسؤولة عن كل شيء بحياتي. ببلش أقول لكم إنه أنا قررت أتغير، قررت أتغير وأنقل من نظام الخوف لنظام الحب، وبلش أتقبل حالي وبلش إني أنا أتحمل.